السلام عليكم، يا ربي تكونوا على خير. الاحوال ديالكم طيبه. شكرا لكم بزاف على وجودكم في حياتي، على الدعم ديالكم لهلا يخطيكم يا ربي. ما يمكنش تخيلوا اشنو كديروا فيا من طاقه، شنو كديروا فيا من حماس. بزاف الحوايج بدلتهم فيا نتوما بالتعاليق ديالكم، بحب ديالكم، بالرسائل ديالكم، فهلا يخطيكم يا ربي. واليوم غادي نشارك معكم اول بون بلون درتو زوين عجبني. اللي هما هاد لي بلون اللي خديتهم من ميسيو بريكولاج، الثمن ديالهم كيدير 29 درهم، كاينين في عدة الوان، ولكن اكثر لون زوين هو هذا. دابا غادي ندوزو باش نحطو الطبيله ديالنا. ديما انا قبل ما كنوجد شي حاجه كنبغي نحط الطبله باش نعرف القياسات اللي عندي، واليوم ان شاء الله غنشارك معكم كيفاش بامكانك تستعملي بزاف د الحوايج اللي كانوا عندك قبل وتحطيهم في الطبله ويبانوا متولين وبحال اللي راهم يلاه مصوباهم، وغتبان الطبله اللي هي زوينه وانيقه وفي نفس الوقت اقتصاديه بزاف. دونك المعنات البنات كي كتلاحظوا اغلبيتهم من عند ايلا ديكو، من ضمنهم البلاطو وكذلك داك لونسوم ديال العصير، حيت عارفاكم غتسولوني عليه، راه خديته من عند ايلا ديكو. ودابا غنبداو على بركه الله. الا بقات عندك كيكه في الثلاجه وبانت لك بانها شويه بدات كتنشف، ما تلوحيهاش، غادي تاخديها وغتفرتيها بهذه الطريقه وغتدي معها تقريبا جوج معالق ديال الزبده. باش نقدر نعاود نشكل الحلوه ديالي غادي نحتاج دي مول ديال السيليكون. انت لك الاختيار اي حاجه عندك، سينو تقدري تخدميهم غير بايديك. انا قلت نخدمهم هكا باش يبان الشكل ديالهم منظم اكثر. هاد لي مول ديال السيليكون البنات الثمن ديالهم كيدير عليا 70 درهم، راه متوفرين عند جميع المحلات اللي كيبيعوا الحوايج ديال الحلوه. مهم، وانا كنخدم بغيت هكا نوجه واحد الرساله للغزالات اللي خطيكم. اخر بوست كنت حطيت صراحه عرفتو لي كومونتير كانوا دي كومونتير اللي شويه صعب، ولكن الجواب ديال الناس اللي تبارك الله عليهم انا ما جاوبتش، حيت بعض المرات كتقول ما نقدرش نجاوب حيت كيكون الكومونتير شويه كي كنقولوا حنا صعيب على الواحد، ولكن تبارك الله كتلقى مثلا جواب ديال متتبعه او بزاف المتتبعات اللي تدافعوا عليك، واخا ما تعرفوكش ولكن كيدافعوا عليك بحب وكتحس بهم واقفين معك. فشكرا بزاف، الله يخطيكم. وانا بهذا الشيء ديالكم باش انا واقفه، وبهذا الشيء ديالكم باش انا الحمد لله، اللهم لك الحمد، عندي واحد القوه انني لا يؤثر فيا لحد الان، اللهم لك الحمد. بزاف ديال التعاليق اللي كنظن لو كانت شي وحده اخرى كانت ما تقدرش، ولكن الحمد لله بكم قاده. دونك كي كتشوفوا بعد ما كوننا الاشكال ديال الحلوه ديالنا ودخلناها للثلاجه، ماشي بلاصه الثلاجه البنات، غير البلاصه العاديه ديال الثلاجه، من بعد غادي نحاول نقادها بالحوايج اللي عندي. انا عندي هكا شويه ديال الخويساك، شويه ديال الورد. الورد البنات خدوا غير الوريقات ديالو اللي تيكونوا في اللون الموف، راه كيعطي واحد اللمسه زوينه، وهكا غادي تحتفظي بهم في الثلاجه حتى تبغي تحطي الطبله ديالك، او مثلا يكونوا ناجاو او انت بغيتي تاكليهم، عاد كتجبدي وكتحطيهم في الطبله ديالك. ثاني حاجه، الا كنتي بحالي من الناس اللي كيستهلكوا الفواكه الجافه بكثره وبعد مرات كيبقاو لك واحد الوحدين هكا مجموعين في بواطه واحده، بامكانك تقطعيهم. كنجيب كل شيء، كنقطع كل شيء، وكنجيب المارشميلو. هذا البنات راه حلال، لان يعني بزاف الناس يردي بالك لا هذا راه مكتوبه فيه حلال وراه حلال. دونك غادي ندوب شويه ديال الزبده وغادي نحاول نطيبو غير شويه، ردوا بالكم اللي تحرق لكم. من بعد كتزيدي فيه هاد لي فخويساك، وبهكا غديري واحد النوقه سهله بنينه بزاف. غندخلوها للثلاجه وغادي نمشي باش نقدر انني نكمل المملحات ديالي. هادو البنات بقاو ليا من اخر مره شاركت معكم لا فيديو ديال كيفاش تقدمي طاوله سريعه، والحمد لله لقى عدد مشاهدات كبيره، راه دابا فات نص مليون ديال المشاهده. فبالتالي الا كنتي مهتمه تعرفي هاد المملحات الساهلين اللي دغيا دغيا اللي كيتوجدوا، ما عليك الا تدخلي لا فيديو اللي غنخلي لك في اول تعليق. دونك هادوك لي فون انا بقاو ليا غير عاود تعمرتهم وغادي نحطهم ان شاء الله في الطبيله. ودابا جات الوقيته باش نحطو الطبيله ديالنا. غنجبد كلشي من الثلاجه وغادي نحطو. غادي تلاحظوا بانني كنلعب بزاف على ان البلاصه اللي نكون نحط فيها تكون مقاده ومتناسقه باش اي حاجه حطيتها فيها تبان زوينه، راه هذا هو السر. لاحظوا ان نفس المواعر من نهار بديت معكم القناه هما اللي تنخدم، ولكن كل مره كيبانوا مختلفين. ان شاء الله غنشارك معكم السر كيفاش تحطي بنفس المواعن
طاولات مختلفين. قريبا الفيديو غادي يجي، راه مازال كنوجد له حيت فيه بزاف الحيل وبزاف لي زاستوس، دونك غنشاركو معكم في القريب. غير بقاو معنا في القناه ان شاء الله وما غتشوفوا كل خير. وبهكا الحمد لله سالينا الحطه ديال الطبله ديالنا، ودابا غندوزو لواحد الحاجه اللي هي مهمه اللي هي الدخله ديال الدار ان شاء الله. غنخليكم ما بعد اللقطات وندوزو باش نشوفو الاساسيات في الدخله ديال الدار. هذا هو الديكور ديال الدخله ديال الدار عندي، بسيط جدا. اختاريت اللون الابيض لانه اسهل لون، وهو اللون اللي كديريه وما كتحسيش براسك انك غلطتي فيه، سهل بزاف. فلو كنتي محتاره في الالوان ديما هربي الالوان الفاتحه باش ما تغلطيش غلطه كبيره. اول حاجه اللي خاصها تكون في الدخله ديال الدار بالنسبه ليا هي المرايه، لانك فاش كتبغي تخرجي ضروري خصك تشوفي راسك شنو لابسه والى اخره. دونك من الاساسيات المرايه البنات انا خديتها من ايكيا، والثمن ديالها كان كيدير 500 درهم. ثاني حاجه اللي كنشوفها هي اساسيه هي الكرسي، اللي فين ما تبغي تخرجي خصك مثلا تلبسي الصباط ديالك، خصك تجلسي، او مثلا تخرجي تبغي تحطي فيه الساك ديالك. فانا كنشوفه من الحوايج اللي هما اساسيين وخاصهم يكونوا. فبالنسبه لهذا البنات انا خديته من لاكاسا ديال كيتايا اللي مكاينه في محمديه، ولكن للاسف راه ما بقاش. انا قلبت عليه لوطخ في واحد صوروني عليه بزاف البنات ولكن لقيته ما كاينش. ثالث حاجة أنا بالنسبة لي من أساسيات الدخلة ديال الدار تكون فيها دي رونجمون لي هكا تقدري تحطي فيهم لي ساشي ديال التقدية، أو تحطي فيهم مثلا شي حاجة لابستها كتبغي طويها دغيا وتحطيها، كتبغي تكون حدا الباب. وأهم حاجة تكون كتغطى وما كتبانش، سواء يكون عندك بلاكار اللي كيتحل وكيتسد، أو بحال هاد لي رونجمون اللي كيتحلو وكيتسدو. هادو البنات أنا رخديتهم من إيكيا، الثمن ديالهم ما كانش رخيص ولكن لاكاليتي ديالهم زوينة، كل واحد كيدير 200 درهم. ثالث حاجه وهذه ماشي من الاساسيات ديال الدخله ديال الدار، با فورسيمون نحطوا حدا الدار لي رونجمون ديال الصبابط. والحاجه اللي ما قبل الاخيره اللي كنشوفها مهمه هو ان يكون عندك واحد البلاصه اللي تحاولي تحطي فيها لي كلي ديالك او صرف ديال الفلوس او الوراقي. اخر حاجه الديكور البنات خاصو يكون غادي تقريبا لو تام ديال الدار، ويكون سامبل على قدر المستطاع باش يكون التنظيف ديالو سهل. ودابا غادي ندوزو للفكره ديال المشروع اللي سولتوني بزاف البنات عليه. هذا علاش غادي نشاركو معكم، لان من نهار حطيت لا فيديو وكيجوني رسائل ما تخيلوش شحال، الثمن ديال هادو في دواء، واش كتبيعي هادو، واش كتصاوبيهم. فقلت بما انه مطلوب في السوق بحال هكا دونك شاركوا مع البنات، باش هكا الا كانت شي وحده بغات تخدم من الدار تقادهم. انا بالنسبه ليا ما كنبيعهمش، انا كنعشق الاعمال اليدويه وخصوصا اللي كتكون فيها اللمسه المغربيه، فهادو كنت صوبتهم ليا. وبما ان كيجوني رسائل الناس كيطلبوا هاد البرودوي، فلو كنتي بغيتي تخدمي في الدار بامكانك تشوفي دابا السلعه اللي خاصك والطريقه وبداي تخدمي هاد المشروع وتسوقي ليه عبر الانترنت. علاش لا؟ اولا خاصك الخشب اللي منقوش باللازر، وبالنسبه للناس اللي ساكنين في كازا والنواحي راه كاين في القريعه بزاف، وكتلقاو الثمن زعما جد جد مناسب. كل زواقه يا كتلقيه بنص درهم يا بدرهم يا بدرهم ونص، على حسب الطول ديالها على حسب العرض ديالها. دونك فيها اسمنه مناسبه. غتحتاجي كذلك لي كونتر بلاكي، غتمشي عند النجار غتاخدي كونتر بلاكي كبيره، راه الثمن ديالها ما غاليش، ما عقلتش بالضبط ولكن ماشي غالي بالمره، وكيقطعها لك فابور. وغتمشي عند ملزاج نفس الحاجه يقطعها لك على حساب الفورمه اللي عندك، وغتمشي عند مول التوب، التوب غتقطعيه بوحدك. وغتحتاجي اللصقه، اول حاجه راكم شفتوا معايا اي حاجه كنلصقها، راه كنوريكم اللصقه اللي كنخدم بها، لان كل حاجه وكتلصق بواحد اللصقه معينه، ديال الخشب كتكون بوحديتها، ديال الزاج كتكون بوحديتها. دونك كي قلت لكم كنقطعوا على حساب لا فورم اللي عندنا، من بعد كنلصقوا الثوب باش هكا يبان لينا داكشي زوين، ومن بعد كندوزو كنصبغوه بسبراي، ولا يمكن تشري صباغه لان سبراي كتكون شويه غاليه، ولكن كتنشف دغيا والخدمه ديالها كتكون حسن، يعني كتبين لا كاليتي حسن. ومن بعد كتلصقي باللصقه داك الخشب اللي هو باللازير فوق داك الكونتر بلاكي اللي حنا غلفناه بالثوب، ومن بعد غتلصقي فوق المرايه، واكيد باللصقه اللي هي خاصه بالمرايه. رانا كنحط لكم هكا التصويره باش كتشوفوهم، وراه اختاريت لكم لا كاليتي المزيانه وبالثمن المناسب.
وما كتخدميش بادوات اللي هما غاليين. راه كي شفتوا المقص، اللصقه والشيته ديال الصباغه والفيليل ديال النشير باش هكا كتثبتي بيه، وما تنسيش داك الكعيط الحرش باش هكا كتحاولي انك تقادي بيه الجوانب ويجيك داك الشيء متقون. انتما غادي تشوفوا ان طريقتهم سهله، وما تنسيش البيستولي اللي كيذوب الشمع حتى هو كينفع باش هكا تسقي الجوانب، حتى هو كينفع بزاف البنات. والثمن ديالو راه يمكن كيدير، مهم انا على حسب عقولي عند دروكري كيدير 50 درهم، ما عرفتش دابا واش الثمن ديالو منقصو ولا الثمن ديالو غلا. دونك غنخليكم مع الطريقه، غتشوفوا بان شي حاجه بسيطه والنتيجه كتكون غزاله وكيجيو متقونين. ما مطلوبش منك انك تكوني خدمهم بزاف باش تعود داكشي متقون، مطلوب منك انك تتبعي هاد الخطوات اللي شاركت معاك. ولا كان عندك اي سؤال اجي عندي الانستغرام، مستعده انني نجاوبك على هاد البروجي بالضبط. دونك نوضي خدمي، ما تجلسيش، عطي راسك فرصه ولا وراكي في الدار، تعلمي حرفه وبيعي. الحمد لله دابا كاينين لي ريزو سوسيو، دونك خاصنا نستافدو منهم بالطريقه الايجابيه. دونك فوالا، هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. خليتكم في امان الله.